إلى أحمد مهران مراسلنا الذي ينضم إلينا من الشيخ زويد. أحمد، ليطلعنا أيضا على ما لديه من تفاصيل. نعم، هنا نحن في إحدى المستشفيات التي ستستقبل الجرحى الفلسطينيين بعد يعني ربما ساعة أو أكثر قليلا. سيارات الإسعاف موجودة عند معبر رفح بالقرب من الشيخ زويد على بعد نحو 5 كيلومترات فقط، ودخلت بالفعل عشرات سيارات الإسعاف إلى قرب الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإجلاء المصابين ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات. هذه هي أقرب مستشفى سينقل إليه الجرحى لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية الطارئة. بالطبع تم يعني تحديد الأولوية فيما يتعلق بعبور المصابين حسبما علمنا من بعض المصادر لمن يحتاجون إلى عمليات جراحية طارئة ورعاية مركزة هنا في هذه المستشفيات، وهي رعاية ربما لا تكون متوافرة لدى المستشفيات الفلسطينية في القطاع في ظل طبعا الظروف المعروفة وانقطاع الكهرباء وعدم وجود وقود وعدم وجود مستلزمات، رغم أن شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا إلى القطاع تضخ كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنها بالتأكيد لا تلبي الحاجة الملحة لعلاج المصابين. لذا اليوم نشهد دخول أول دفعة من المصابين بعد نحو ساعة أو أكثر قليلا سيبدأ توافد أو نقل المصابين إلى المستشفيات، وهذه هي أولى المستشفيات. هذه مستشفى الشيخ زويد المركزي، وخلف هذه المستشفى هناك مستشفى آخر ميداني تم الانتهاء من تجهيزه ووضعه وضع اللمسات النهائية عليه الآن في هذه الأثناء من أجل نقل واستيعاب المصابين، لأنه من المرجح أن يتم نقل المزيد من المصابين بشكل يومي وفق إطار أو في إطار تفاهم لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن. لكن ما لاحظناه هو أن عدد شاحنات المساعدات التي سمح بدخولها اليوم ارتفع من 60 إلى 70 شاحنة بالتزامن مع إجلاء المصابين من القطاع، وبالتزامن أيضا مع تنامي الحديث عن إجلاء رعاية أجانب أيضا. إذا نتحدث ربما عن تفاهم ثلاثي يقضي ربما برفع سقف المساعدات. المساعدات ارتفعت من 60 من 20 شاحنة يوميا إلى 60 على مدى اليومين الماضيين، واليوم تم السماح بإدخال 70 شاحنة واتخذت مسارها بالفعل إلى معبر العوجة للتفتيش. المسار الثاني هو إجلاء المصابين. سيارات الإسعاف بالفعل موجودة بين في الصالة الفاصلة بين المعبر المصري والمعبر أو الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك لإجلائهم. نحو نتحدث هنا عن 80 مصابا سيتم نقلهم بعد قليل إلى المستشفيات هنا في الشيخ زويد والعريش وكذلك بئر العبد. هذه المستشفيات يعني رفعت درجة استعدادها القصوى لاستقبال المصابين، وتم إلغاء الأجازات لدى الأطقم الطبية في هذه المستشفيات. تم رفع مخزون أكياس الدم التي سيحتاجها المصابون بالطبع الذين سيتم نقلهم إلى هذه المستشفيات، وأيضا تم يعني توفير أماكن للإقامة الخاصة بالمرافقين. هؤلاء المصابين بالطبع لن يأتوا وحدهم، سيتم طبعا توفير إقامة أو تم بالفعل توفير أماكن لإقامة المرافقين لهم في طبعا هذه الرحلة العلاجية، إلى جانب المسار الثالث الذي نتحدث عنه حاليا وهو مسار الخاص بإجلاء الرعاية الأجانب. المعلومات المتوفرة عن الرعاية الأجانب محدودة نسبيا، لكن ما علمناه أن عددهم يعني يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، وهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة. يعني شوهدت سيارة دبلوماسية تابعة لسفارة التشيك عند معبر رفح، إلى جانب أن هناك جنسيات أخرى من الكويت ومن جنسيات أوروبية وجنسيات عربية وكذلك من منظمات دولية وإقليمية. هؤلاء سيتم نقلهم أيضا إلى أو إجلائهم عبر معبر رفح ومن ثم إعادتهم إلى دولهم. هذا هو المشهد اليوم في محيط معبر رفح وفي الشيخ زويد. نتحدث ربما عن صفقة جديدة أو تفاهم جديد يقضي بزيادة المساعدات وبالتزامن طبعا مع نقل المصابين والجرحى وكذلك إجلاء الرعاية. في بداية طبعا قبل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية قبل 12 يوما كان هناك يعني توتر بالطبع فيما يتعلق بهذه التفاهمات. كان هناك شد وجذب بين الجانبين المصري والإسرائيلي. مصر أكدت أنها لن تسمح بفتح المعبر أمام إجلاء الأجانب إلا بالتزامن مع وبشكل متوازي مع إدخال المساعدات، وهو ما تم بالفعل. تابعنا على مدى الأيام الماضية إدخال المساعدات ولكن بكميات محدودة
محدودة للغاية، كانت في البداية تقتصر على 20 شاحنة يوميا وتمت زيادتها إلى 60 ثم 70 شاحنة، ولكن لا تزال العراقيل الإسرائيلية مستمرة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش المعقدة عند معبر العوجة. الشاحنات تتخذ مسارا طويلا من معبر رفح المصري إلى العوجة للتفتيش ثم العودة إلى الجانب الفلسطيني في رحلة تستغرق نحو 100 كيلومتر، في حين أنها كان من الممكن أن يعني تقتصر على المسافة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني بشكل مباشر كما حدث مع الدفعة الأولى قبل 12 يوما، وكانت الدفعة الأولى مكونة من 20 شاحنة واجتازت طريقها مباشرة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، طبعا بخلاف طبعا الإجراءات التفتيشية المعقدة في معبر العوجة ورفض الجانب الإسرائيلي مرور عدد من الشاحنات ربما لاحتوائها على أدوات خاصة بالسائقين، ربما أدوات يستعينون بها في يعني احتياجاتهم اليومية، يتم رفض دخول هذه الشاحنات وإعادتها إلى الجانب المصري مرة أخرى. يعني إجمالي الشاحنات التي خرجت من الجانب المصري حتى اليوم يتجاوز 300 شاحنة، لكن ما وصل فعليا إلى الجانب الفلسطيني لا يتجاوز 250 شاحنة، أي أن هناك عشرات الشاحنات لا تزال عالقة في محيط معبر العوجة نتسانة خاضعة للتفتيش، وهو تفتيش يستغرق وقتا طويلا، الأمر الذي يعني ترفضه القاهرة ودعت مرارا وتكرارا إلى تيسير عبور الشاحنات وتوفير آلية مستدامة لإيصال المساعدات إلى القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع في هذه الأثناء.